تفضل لي هاني سؤال. واد هاو باغي عاودي لي حيلي ولي مجوش سيد الرئيس. اه انا بروما طالب اقصى العقوبات. لا لا قلبي انا بريء. انا رقمي اسمع انت تسلم من عاودي راسك. والله لا تمني كيدك كل الولع. والله ما سمعت حقي ولي انا هاني بريء. قول هاني طالب اقصى العقوبات حكم بعد المداولة. ناري ناري غرق هذه غرقتي مرة الأخرى نتلقى الطوميس سايقو قرد. أفاطمة أحبيبة هاني هاني ما كتشوفينيش؟ ويلي ما عندكش الريزون طلعي طلعي فوق سداري قربي للشرجام. ويلي ويلي وشك تقسم فمك لتحت راسك لفوق. ويش فاطمة ويلي ما بدينا ويلي الله يخليك بالخلايا فاطمة تلفتين على البرنامج. ملف مدوخة لهذه الحلقة يعالج قضية الكونيكسيون أو بالأحرى الويفي أو الريزو 4G 3G 2G 1G الله يجيب غير الصحة والسلامة. قضية اللي طبعا رفع الدعوة القضائية ديالها إبراهيم بالعربي على شركة الكونيكسيون. أول مرة يا أختي هذه القضية عمري ما سمعتها شي واحد داعي الويفي وداعي الريزو. الله يحضر الصحة والسلامة لنشاهد قبل ما يتقطع لنا الكونيكسيون. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الجلسة. ملف عدد 21-24 قضية تتعلق بالانترنت. المدعي إبراهيم بالعربي يؤازره الأستاذ فايبر بالعربي. المدعي عليه شركة الهواء للانترنت في شخصها الخفيف بالعربي يؤازره السيدة نوال ميغا. كاين واحد الغلط تمنيتكم انكم تصلحوا ليا على خاطركم هو انني دعيت الاسم ديالي وما بقاش سميتي ميغا. اي واش ولات سميتك زيكا؟ وعلاش؟ حيت صراحه ديك الميغا شويه ثقيله وما كتسمعش مزيان وغير كتكونصوم. ابراهيم بالعربي ما هو سبب النزاع؟ جاوب سي. لا سي ابراهيم انت اللي خصك تجاوب. واش هي سويني انا ولكن جاوب انت سي ابراهيم. نوبتك انت اللي غتجاوب. واش لي راني مخلصك باش تجاوب تدوي سي ابراهيم. انا غنجاوب ولاني باقي ما وصلت نوبتي. جاوب لا شي بالنوبه. ها جا شريف شبقوا هو راه مجروب عافاك. واش شريف جاوب انت هي انت اقبل يا عندكم هاد الباترون. واخا شريف انا غنجاوب انا غنجاوب. السيد انا واحد السيد داخل سوق راس واحد السيد دياني من دي ديال عباد الله من دوي في عباد الله من في عباد الله. قول لي يا شريف واش قلت لك راجي خدم عندك كتعاود لي على راسك. واش شريف قول لي المشكل القانوني شنو هو؟ ما بقاش دوي على راسك. انت انا جاك الهضره ما قبل انا جاك الهضره انا جاك الهضره. السيد انا قلت لك واحد السيد داخل سوق راس كمشى من تحت الحيط. بغيتي تقول جنب الحيط؟ لا لا تحت الحيط. وكيفاش تحت الحيط؟ لا هذا اللي كيشد 60000 ريال وكيخلص الكراب 30000 ريال وعنده 6 دراري ماشي راه تحت الحيط ماشي راه تحت التراب هذا. ايوا انت ملي كتخلص 60 وكريم 30 علاش ولد دوك 6؟ انت راه ما كاينش كونيكسيون شحال هذه ما كناش عندنا فين نتلاعبوا. شريف شنو علاقتك بهاد الشركة؟ دخل ليا في صلب الموضوع. السيدة سيدة الشركة مشيت باش ندخل الواي فاي ديال الدار سمعت عليهم كيدخلوا الواي فاي مشيت خديت من عندهم الواي فاي دخلت هادشي ديال الدار جاو الناس كيباركوا ليا. اه انا نسيت حاجتي دخل تي دخل واش انت كيكون الفرحة تما جاي عندنا ولا شنو؟ داير بخير لاباس عليك؟ عاجري فاش غدير؟ هاي مبروك القالب آه؟ مبروك الواي فاي الله يبارك فيك تعيد وتعاود الله يبارك فيك الله يلا دخل 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 انت سير لي هنا جيت التلفازة شد بلاصتك تما انا جاي نخدم لك اليوتي. اهلا اهلا سي فايز كيدير لاباس عليك كلشي مزيان كيدير مع الصحة مبروك عليك الويفي الله يحفظك والله الا فرحت زعما دخلتي التكنولوجيا للبلاد. بارك الله فيك بارك الله فيك. مرحبا مرحبا فين نمشي؟ زيد دخل زيد حدا التلفاز زيد التلفاز غنجي نخدم لك اليوم اليوتي. الرئيس احمد واش خدا ولا تحاس اليوم؟ مرحبا 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 نهار كبير هذا والله الا نهار كبير هذا اللي زرتونا فيه. بارك الله فيك. كيف دايرين؟ الله يعطيك الصحة. كلشي بخير الحمد لله. مرحبا بكم. وقول يا سي ابراهيم اه وشك محيط الطلام تخفتينا نبولوا عليهم. حتى انا راه مع الفرحة ديال الويفي بغيت نبدل الطلام وبغيت نبدل القابس ونبدل الجير واش باغي ندير لكم السيفو ولحم بالبرقوق. مي مي هادشي كامل واو انا مالك مستقبل غينيا بيساو. كوميك كوميك هادشي هانتوما شوفوا راه كاين الويفي كاين اليوتيوب اللي بغيتوها نديرها لكم هاتشطرا. اي اي دير لينا هذيك الرئيسة هويا. اه الحاج زعما راك حاج شي 6 مرات ويلي حاج 6 مرات ما نفوش وباغي تفوش باغي تفوش
انسان يطلبها كبيره. اي اي دير روتيني اليومي. لا كاين روتيني اليومي تا هو كاين. هانتوما الا بغيتو تاخذو غندير لكم واحد البلاي ليست مزيان فيه روتيني اليومي، فيه الراقصات، فيه الفضائح، فيه كلشي. ها مزيان. الا بغيتي تختمها تا سالي هادشي ودير لينا هذيك مايا، هذيك الراقصه. لا لا هذيك النوبلانيه. لا لا مسكينه عفاها على الله تجي وجات، بقاش كدير هادشي ديال اليوتيوب. ايوا فرانسيس انا غفلتني. ها هو كوكتيك ديال اليوتيوب. اليوم ان شاء الله السي ابراهيم. لا واش على واش واش تي تعطى شويه واقي يا واقي ما شافناك حتى تستريسه. لا واش يا عرفتي شنو دير السي ابراهيم؟ دير لينا التراكس بعيدة. بوحدها كاينه كاينه نديروها. اي واقيلا هذيك التراكس تقلات على الريزو واقيلا ما دازتش مع الكابلي ديال الريزو. يمكن يمكن ندير لكم هذاك الملولي راه مزيان. لا 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 هذاك الملولي متريني وكيطرطب بزاف، يقدر مهرس لك التلفازه ولا شي حاجه. واش ندير لكم؟ عرفتي اش غدير؟ دير لينا هذاك المسلسع ديال النزار تيفوز. اي هذاك يخدم يخدم كيفوز. لا كلشي كيخدم فيه هذاك. الرئيس احمد ندوز واقيلا. وي يا ابراهيم هاد الويفي اللي دخلتي واش فيبر؟ انت علاش من فيبر؟ خلصت الطعنان. المهم الرئيس سي ابراهيم هو اللي خاصو الويفي. الله اكبر. وكلشي بغيت ندير لكم شي حاجه. كلشي كلشي انا دير لينا عبر الرادات. بغيت لك موسيقى سير سير تعال شي راه نحلو هاد المشكله. تعالوا اه شير هاي تشوف بلاتي الرئيس بلاتي تحت القايم تحت القايم حيد تن خلصوا. والرئيس اجي تدي الربيطه ديالك لما كان هذا ولد الكلمة ردوا لي غدا. هادشي اللي كاين اسي عبد المولى. قاضي قاضي يا عبد المولى قاضي. سي الخفيف بالعربي شنو كتقول في هاد التهم الموجهة لك بصفتك انك انت الممثل ديال شركة الهواء للانترنت؟ سيدي الرئيس انا شي عندي سو سي خفيف سي خفيف ياك معيان ياك ممرض شوف شي ما مالك. لا سعادة الرئيس مع المحكمة جات في لاكان ما وصلش الكونيكسيو بزاف داكشي علاش. ها وشنو زعما نكملوا الجلسة بكلمة متقاطعة؟ راه خصك دوي خصني أجوبة غنسمع باش نفيد. دابا سيد الرئيس هاد السيد هذا السي إبراهيم واش واش ما كاينش شي حل؟ واش كل مرة لقيتك تعنا في الجلسة ودرنا شي حل وزير الله يخليك. واخا سيدي الرئيس عطيني واحد دقيقة غير نوضي ماري روتور وانا معاك. نجي انا هكا سيدي الرئيس. ايه بغيتي وهادشي اللي كاين اسعد الرئيس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واش ما كاينش شي واحد فيكم شي كارت اللي فيكم ولا هادشي باش لقيتو تانا؟ ما ويلي نمت. سعادة الرئيس اسمح لي ما عنديش بلاصة الكابل. ما عندكش بلاصة الكابل واني عندك بلاصة تيو في الظهر ديالك نزرقو لك مزيان باش تعرف الدوي ادخل ولا ما تخافش. صافي دفاع المدعي انا من سؤال. نعم السيد الرئيس تفضل. السؤال ديالي السي إبراهيم قبل ما تدخل الانترنت مع شركة الهواء كيفاش كنتي كتكونيكتا قبل؟ واش مو قبيل انت كتسنى في النوبة تجيك 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 ومن جهتك دورتي هي انا حتى هالعدو حتى طيب واش شو اش يجي قبل من دخل الويفي كنت كنت كونيكتا بديك نجمة ستة ما فيهاش اليوتيوب في هذاك الفيسبوك والانستغرام وكعارف الفيديو ديال الانستغرام قليل صغير ولا ما كيبردوش ليك. قول لي شنو درتي مع ولادك في هذه القضية ديال الدراسة على بعد الحجر الصحي؟ ها تعليم عن بعد كنت كنديهم على القهوة كيشدوا الويفي تما. شدوا الباك؟ لا لا شدوا البلية راه الصغير دابا ولا كيقصص عندي في البيت الكيف. اما انا كيكبر منه ولا كيجلس يموها وتكون غادي الكوزيني يهز عليها موس. حلو اخوتي الا بالله. واخا شكرا. دفاع المدعي من سؤال اخر؟ استاذ لا. لا لا لا. دفاع المدعي عليه هل من سؤال؟ نعم سيد الرئيس. تفضل. سؤالي موجه للسي ابراهيم. شو الناس اللي خدامه؟ شوف الناس اللي ضاقنا شغلها انت كتعطيني انا. سي ابراهيم ملي مشيتي لشركة الهواء للانترنت واش عطاوك العدة ديالك كاملة أولا لا؟ شنو هي العدة؟ العدة هي زعما المستلزمات ديال ديال إيه إيه ديال الويفي. ها الماتريال؟ لا عطاوني كلشي كلشي، عطاوني أسيدي ديك الريسيبتور، عطاوني الخيوط، عطاوني الكابليات، عطاوني ليزيات والشارجور والبطاريات. حاجة وحدة اللي ما عطاوهاش لي. شنو هي؟ الكونيكسيو. ها سيدي الرئيس، إذا هنا الأمور واضحة ودور حسن بن هاشم واضح وبين. كيفاش؟ اشرحي لنا بزاف راه ما فهمنا والو. سيدي الرئيس
شركة الهواء الانترنت ما يمكنلاش توفر ليه كلشي. شركة الهواء وفرات ليه بزاف ديال المعدات وديال العدات العدة. فإذا هنا الواحد ما خاصو يعتمد على راسو. واش بغيتونا نربيو مجتمع فاشل؟ لا سعادة رئيس، الواحد هو يتعلم يجتهد، الواحد يدير مجهود هكا يخدم على راسو. نضل تدير شي حاجة في راسك لا ما يمكنش. هامي سؤال آخر. لا سيدي الرئيس. سيد ممثل الحق العام هامي سؤال. نعم سيدي الرئيس. بسم الله. السؤال ديالي موجه للسي الخفيف. والسي إبراهيم هو أول زبون كيتشكى من الخدمات ديالكم؟ جاوب ولاني يا السي الخفيف. يا غتخفف معايا في الجواب يا غن ها؟ نعم سيدي الرئيس، السي إبراهيم هو أول واحد كيتشكى. إذا جميع الزبناء اللي عندك في الشركة تهم تشكى منك. لا سعادة الرئيس، أصلا السي إبراهيم هو الزبون الوحيد اللي عندنا في الشركة وهو الوحيد اللي تشكى. الوحيد؟ على أنت تأسست هاد الشركة شحال عام؟ تقريبا شي 17 عام دابا سعادة الرئيس. و 17 عام كلها ما فيهاش زبناء؟ لا، في الأول كنا دايرين داكشي ديال الكوسمتيك وداكشي وما تسلكناش وشوية قلبنا انترنت. تبارك الله على بيوتي، شكرا. هامي سؤال آخر؟ نعم سيدي الرئيس، السؤال ديالي الثاني سي خفيف. واش الشركة ديالكم عندها شي ريزو شي قمر اصطناعي كيطلق الناس الكونيكسيون؟ جاوب. لا سعادة الرئيس داكشي ما عندناش. ايه واش كيطلقوا الناس كونيكسيون؟ سهلة، كنشارجي 50 درهم عندي في التليفون، كندير بوان داكسي وكنطلق للزبناء الكونيكسيون. وقيلا السي إبراهيم كيسكن في الزنقة التحتانية جيت مول فرقان، داكشي علاش ما كتشدش عندهم مزيان. هامي سؤال آخر؟ لا سيدي الرئيس. شكرا. السي إبراهيم قول لي ملي كتشفتي انه الويفي ما عندكش في الدار شنو درتي؟ كعيت. قول والله. والله تقلقت كنت غنمشي نتغاشى عليهم تما. وشريف شنو درتي ملي ما كيديش الويفي في الدار؟ هزيت الروتور ومشيت كنجري لعندو. قلت لك خليني نشوف هذا الزين المدير. ما يمكنش تدخل اشريف. حتى كيفاش ما يمكنش تدخل خليني ندخل نشوفو. عندو اجتماع. تا يكون عندو تا مع شنو ولدي سمعت مني. دوي هذاك العظم وشوف لك فاك هذا. السي الفختي الله يخليك واحد 5 دقائق نعاود نعيط لك. قولي السلام عليكم. لا سلام على طعام. مالك شنو كاين؟ هاد الشقف مبغيت فايجو. دابا واش عندك شي مشكل في كونيكسيون؟ لا مشكل عندي في الكولور ما عجبنيش بغيتو الكري فهمتي باش اشورتي مع نضارب. ياك واش كضحك عليا؟ انت واش كضحك عليا بيه عليا الشقف بلا كونيكسيون؟ دابا ما تبقاش تصاقع استاذ هكا تقد تكون المشكل هي في لانستالاسيون. لا لانستالاسيون هي هاديك داكشي اللي في الكوتيب درتو ركبت ليه البريز درت ليه الخيوط هاديك ليه الباتري دوزت ليه شلوكه مع التلفاجه بغيت ندير هذاك اليوتيوب باش نتفرج لقيت هذيك الدوره كدور شي 6 شوايه كدور هي بكثره الدور عند داخل بلاش كتقول لي الحاج سير قضي شي حاجه اخرى سير شوف التصاور سير تصلي. استاذ راه غيكون غير شي كلاش ديال التلفازه. لا تا في التليفون صيفطت اوديو لمي قلت ليها سيري خطب اليمينه ما جاي يوصل لها الاوديو تامينه دابا راه تزوجت راه غتولي. وصافي اسمح لنا الحاج راه هاد الايام عندنا سيستم طايح. سيستم طايح باش بالمسلمين؟ ولا طايح لها سيستم هادي ويشم بصيلات وشوارج فيتي باش يفيق. هادشي قلت لك بقيت بغيتو. راه ما يمكنش نانولي الحاج راه انت مسيني معنا كونترا. كونترا؟ وجيبيني اعاره من وفاق سطيف قلت لك بقيت بغيتو وغانانولي لي هاد الكونترا. الا بغيتيني نانولي الكونترا غادي تخلص لنا 12 شهر. شحال جاتو؟ عندك 200 تقريبا شي 2400 درهم. 2400 درهم. هذا تشبيه ديال شكل اقتصادي على والديك قلت لك بقيت بغيتو حيد لي هادشي. استاذ راه ما يمكنش اني لو كونطرا من غير ما تخلص. لا كاين الحل. اما هو كتعرف الحبس ديالو طيطه والله ودي راه شي 3 سنين دابا هادي باش دخلنا ليه كونيكسيون. مزيان من دخلتو ليه الكونيكسيون. علاش؟ حيت غتمشي تكونيكتا واحد 6 شهور تما نافذه مي عندنا دار القايت. استاذ اجي ندير هادشي تربح بيه وهادشي اللي كاين السي الفقيه قاضي قضاء قاضي كلمه الدفاع المدعي. سيدي الرئيس السادة المستشارين سيد ممثل الحق العام موكلي ضحية انت ضحية المجتمع ضحية الهدر المدرسي ضحية الإهمال ضحية الفساد. واشي وانت شنو انا مخلصك باش تبدا تسب فيا هنايا ولا شنو؟ الضحية كنستعملوها كدنار باش تبقى في الناس ويخفوا عليك. انا قبا ضحية هو. اذا سيد الرئيس موكلي فيكتيم. شنو هي تاني هاد فيكتيم؟ ضحيه بالفرنسي. وبعد هذيك كومي من بعد باش تبان بعدا قاري باش قاموا يضحكونا. سير كملها استاذ. صافي المحكمة تكون الموقرة وسير النظر. شكرا كلمة الدفاع المدعي عليه. سيد الرئيس
السادة المستشارين، السيد ممثل الحق العام، كما أطلق عليهم وكله بالضحية. ضحية؟ أجي معي فمك قالك ضحية، أنا سميتي فيكتيم، وش اللي بها فمك؟ سيد الرئيس، موكلي كيفكر في المصلحة العامة قبل ما كيفكر في المصلحة الخاصة ديالو. سيدي الرئيس، موكلي كيفكر في الناس وكيدير الخير للناس. فإذا ملي كتقال الكونيكسيون فهي راه دارت اكسبري بالعالية سيادة الرئيس، باش الناس تذكر الله، باش الناس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العلي العظيم. هكذا الناس كتذكر سيدي ربي، بعدا غي تلقى شي حاجة باش تقابل سيدي ربي غدا يوم القيامة سيادة الرئيس. وملي كتحسبهم الكونيكسيون كينحسو بكري، وملي كينحسو بكري هنا كنكونو حنا أننا ساهمنا في الاقتصاد ديال الطاقة ديالنا، وزيد 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 إلخ إلخ. ولمحكمة الوقارة واسع النظر. الكلمة الآن للسيد ممثل الحق العام. يس بسم الله. سيدي الرئيس، السادة المستشارين، السيد ممثل الحق العام اللي هو أنا، وأعوذ بالله من قوة أنا. كما كتعرفوا سعادة الرئيس، أن السي إبراهيم وقع عقد مع شركة الهواء في كامل قواه العقلية والجسدية. إذن الشركة في هذه الحالة في وضعية سليمة. أما بالنسبة للسي إبراهيم فإن القانون لا يحمي المغفلين، ولمحكمتكم وقارة واسع النظر، والسلام عليكم. أنت شنو هاد المغفلين تاعك؟ بحال فيكتيم، بحال خدامة عجبانة، الله ينصرك الله ها. إيش السيدة كده ما مدورين معاه ما والو، جات علينا كل صحاب ليا هي كاينه قبل نجيبك. شوية سكات سكات. إذا تؤجل القضية اللي جلست 14/12 للنطق بالحكم، رفعت الجلسة. وين بدا بغيت تقول كونيكسيون؟ خرج برا يا الضحية، خرج. كما تتبعتم فصول القضية، حكمت المحكمة حضوريا وعلنيا على ضحية على المدعي إبراهيم بالعربي بتعويض مالي قدره 1 درهم رمزي، وبتعبئة من فئة 5 دراهم لكل شهر مدى الحياة. وحكمت المحكمة كذلك حضوريا وعلنيا على السيد الخفيف بالعربي بتغيير اسمه من الخفيف بالعربي لدب الحلزون فوق حجارة يحمل ضالة من أينات لولي الحلزونة يم الحلزونة. إلى هنا تنتهي حلقتنا، إلى اللقاء في قضية أخرى، ودائما تحت شعار الجريمة لا تفيد. وهذه القضية لمسنا فيها فغفغ بوجلان هتي بكي ودمان. باي باي.